اللي هذه المرضين وما هي الأعراض المشمولة به وكذلك كيفية السيطرة عليه والوقاية. هنالك مرض آخر متواجد حاليا في محافظات القطر واللي هو ابتدأ بذيقار، وهو تعرفونه مثل ما يسمى الحمى النزفية اللي هي هيموراجيك فيفر، وهي مرض معدي وفيروسي اللي يكون له عدة أنواع، ينتشر دائما في المناطق الاستوائية والبيئية التي تكثر فيها تربية المواشي والحيوانات، حيث تزداد فيها نواقل الأمراض مثل البعوض والقراد والقوارض. العراق في بداية الأمر وقبل تقريبا شهر سجلت 3 وفيات، ولكن إلى الآن إصابة العديد من الموتى المصابين بواسطة الحمى النزفية، 30 شخص فما فوق. اللي منذ 2018 للآن كنا مسجلين 3، لكن الآن عندنا حالات وفيات نتيجة انتشار الفيروس في محافظة واسط والموصل بعد غياب أكثر من 8 سنوات. إذا مرض الحمى النزفية هو مرض فيروسي، فيروس حمى القرن الكونغرو النزفية، مرض خطير يصيب الإنسان من أمراض المجموعة الأولى للأمراض الانتقالية والمشمولة بالإخبار الفوري نتيجة لارتفاع معدل الهلاك في القطور، وكذلك يصيب الأغنام والماعز والأبقار والجواميس والخيول وأنواع أخرى من الحيوانات أيضا، وينتقل للإنسان. كيف ينتقل الإنسان؟ ينتقل عن طريق القراد والبعوضة المصابة، عن طريق عضة القراد البالغ وغير البالغ، فيعتقد أنه يصاب بالعدوى من الحيوانات المضيفة اللي يصيب العاملون في المستشفيات والمؤسسات الصحية نتيجة تعرضهم لمن للدم وكذلك لإفرازات المصابين. أما ما هي الأعراض بالحمى النزفية أو العلامات السريرية؟ تختلف مؤشرات الحمى النزفية للفيروسية وأعراض وفق نوع المرض، حيث يمكن أن تكون الأعراض الأولية بسيطة ويمكن أن تكون شديدة تهدد الحياة. وكذلك العيش في المناطق الموبوءة بالفيروس أو السفر إليها والعمل مع أشخاص مصابين والتواجد في الأماكن الموبوءة كذلك بالفئران ومشاركة الإبر الوريدة أيضا لها دور مهم في العدوى. كل هاي الأشياء تزيد من احتمالية الإصابة. أما ما هي الأعراض والعلامات السريرية اللي هي حمى وشعور بالتعب وكذلك صداع وألم في الأطراف وفقدان الشهية وكذلك يصاحبه التقيؤ والألم في البطن والإسهال، وبعدها يبدأ احتقان الوجه والصدر والبطن، ويمكن أن تكون هنالك أيضا بقع نصفية في الشخص كأن تكون في اليدين أو في الرجلين أو في أي مكان من الجسم، وقد يكون هناك نزف من اللثة والأنف والرئة أو الرحم والأمعاء. تكون درجة الحرارة لهذا المرض هي 39 إلى 41 درجة مئوية لمدة 5 إلى 12 يوما، وبعدها تبدأ بالنفاق ويحدث كذلك بالأخير تبول الدموي. أما كيفية تشخيصها، نبدي دائما بعزل الفيروس من دم المريض أثناء ارتفاع درجة حرارته، ونبدي باختبارات مصلية وثم بفحوصات مختبرية كنقص الصفائح والكريات الدم الحمراء وفقر الدم والإي إس آر وزيادة الوقت اللازم لتخثر الدم. تنتشر الحمى النزفية الفيروسية بلدغات الحشرات المصابة. كيف تنتشر؟ بواسطة لدغات الحشرات المصابة بالعدوى مثل البعوض والقراد مثل ما قلنا، وأيضا تكون عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة أثناء ذبح. يعني هذا الحيوان المصاب إجى الشخص ذبحه وهو ما يدري المصاب، أيضا راح شنو يسوي؟ راح يؤدي إلى إصابة الشخص اللي قام بذبح هذا الحيوان اللي هو من دون استخدام الملابس الواقية، وما لبس الملابس الواقية يجي دايركت مباشرة يجي يذبح الحيوان وما يدري الحيوان مصاب، راح ينتقل إلى عن طريق ملامسته وأيضا ملامسة دم الحيوان. يعني أنا المفروض مو أنا وإنما أوضح وأتكلم عن عند ذبح الحيوانات يجب لبس الملابس الواقية وكذلك النظارات الواقية، وكذلك عبر تعرض الجروح لدى مصاب أو سوائل الجسم الأخرى كاللعاب لعاب الماشية.
تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض في الوقت الحاضر في بلدنا، نظرا ليش تعرفون انتم لان احنا اعياد الاضحى المبارك قريبه جدا ان شاء الله، فاحنا لازم نوجه المواطنين ونوعيهم حول شراء المواشي وايضا التهيؤ لذبحها. يعني احنا هنا بدورنا كناس مثقفين واعيين نبدا بتوعيه الاخرين، توعيه المواطنين عن طريق الندوات الثقافيه، عن طريق الورش، عن طريق المحاضرات للتقليل من احتمالية الإصابة. هناك أعراض مثل ما قلنا ارتفاع درجة الحرارة والضعف العام، هناك أيضا أعراض تكون مهددة للحياة اللي هو يكون سبب نزيف تحت الجلد وبالأعضاء الداخلية وكذلك الفم، وايضا هنالك خلل وظيفي في الجهاز العضلي، وكذلك في الحاله القصوى تكون هنالك غيبوبه الى المريض، وكذلك الهذيان وايضا الفشل الكوي احد اسباب الحمى النزفيه، وكذلك الفشل التنفسي وفي الاخير فشل الكبد. فإحنا يجب علينا اتخاذ الإجراءات الوقائية ومكافحة المسببات. مثل ما تعرفون أنه مرض الحمى النزفية هو ما له علاج، لكن الوقاية منه هو خير علاج إلها. احنا نقدر نتوقع ما هي أهمية طرق الوقاية من المرض؟ الالتزام بارتداء القفازات وواقيات العيون وكذلك الوجه، واقية الوجه، وأيضا التوقي بملابس واقية من بقية الأمراض المعدية عندما نتعامل مع الدم أو سوائل الجسم، وكذلك الحذر عند التعامل مع عينات المختبر نفسها وكذلك النفايات وتطهيرها والتخلص منها فورا، لأن هذه هي كلها وسائل كفيلة بالوقاية من المرض. هل سيشكل فيروس الحمى النزفية أزمة وبائية خطيرة في العراق؟ طبعا نقول الاستمرار بتجاهل تعليمات الرقابة الصحية بما يتعلق بتربية وذبح الأضاحي وعدم الالتزام بسبل الوقاية وإهمال النظافة الشخصية، كلها هذه هي أمور من شأنها أن تسرع وتيرة انتشار المرض بشكل وبائي. إذا هي الوقاية خير من العلاج مثل ما يقول مثلنا. وأيضا من الواجب الابتعاد عن حظائر الحيوانات التي تعد هي الوسط الممتاز والجيد لتكاثر الحشرات الناقلة للفيروسات، كما أيضا أوصي بطهي الطعام واللحوم بشكل جيد حيث يموت الفيروس عند درجة الحرارة، تعرفون الفيروس يموت عند درجة حرارة 60 درجة مئوية. وكذلك أيضا بأنصح ببسترة الحليب ومشتقاته، ما أجي أنا أستخدم الحليب دايركت أجي أفوره وأشربه، لا، أوصله إلى مرحلة من الغليان ثم أبستره ثم يبرد ثم يمكن استعماله، ذلك للتقليل من الإصابة بأمراض الحمى النزفية. كل هذا استمعناه مني اللي هو حول خصوص مرض التيوبركلوسيس وحول خصوص مرض الحمى النزفية. أترك المنصة إلى زميلتي الدكتورة وفاء فاضل لتكمل ما هي أهمية جينياً الإصابة بمرض الحمى النزفية وكذلك مرض التيوبركلوسيس. شكراً جزيلاً. شكراً دكتورة أشواق. العفو، الأسئلة وأي أسئلة أي سؤال استفسار عن هذا الموضوع بعد نهاية المحاضرة، إذا ما صير عليكم زحمة اكتبوا يمكم إن شاء الله. دكتورة أشواق، حقيقة هذا كلش مهم، هاي معلومات يعني أكثر معلومات بما أنه هو هسه الجديد على الساحة. تدرون نعرفه، بس الحمى النزفية والله ما كان عندنا هالاطلاع الكثير عنه. شكرا. حاليا مرض العصر دكتورة نادية، فيجب الاستماع إلى محاضرات أقل ما بدنا نوعي الآخرين عن ذلك. شكرا إليك. اليوم هذا موضوع جدا مهم، ان شاء الله طرقت الى حيثيات هذا المرض. الدكتوره اشواق مشكوره. الان مع الدكتوره وفاء
فاضل حمد من ايضا من كلية التقنيات الصحية والصحيات والطبية. شكرا دكتورة وفاء مقدما، تفضلي المايك لحضرتك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. طبعا شكري إلى إدارة وعمادة المعهد في الإتاحة لنا الفرصة بإلقاء هذه الندوة المهمة عن المرضين المهمين. كذلك أيضا شكري إلى دكتورة إشواق، لأنه بصراحة لمت الموضوع بشكل كبير، يعني فأني حتطرق إلى يعني الأشياء الثانية، أو ممكن أنه أعيد بعض المعلومات للمرضين المهمين في هذه الندوة إن شاء الله. وأتمنى للجميع أنه الصحة والسلامة للجميع يا ربي، وعلى بلدنا العراق أيضا. بالبداية أنه نتطرق إلى الحمى النسبية اللي هي أصبحت حاليا الموضوع، وصراحة هو الخوف الكبير والذعر اللي أصاب يعني مجموعة، أو مو نقول إحنا كل الناس، لأنه بعض الناس ما راح يتأخذون الموضوع بشكل جدي، لكن المرض مو يعني مو هين، بالخصوص أنه قبل سنوات عديدة أيضا أصبحت هذه الحمى هي أيضا مسألة مهمة في فترة من فترات السنوات اللي فاتت. أيضا أصبحت حالات تصاب بهذا الفيروس خصوصا يعني في العراق وبعض المناطق والمحافظات اللي، ولو هو إنه معظم المحافظات للأسف يعني الإجراءات الصحة والرقابة تكون معدومة للأسف يعني بخصوص الفترة الأخيرة. فالمهم، فطبعا الحمى النسبية اللي إحنا نعرفها نقول إنه هي هذه الحمى النسبية خلاص، لكن هي تحتوي على أنواع اللي هي مثل ما تشوفون حضراتكم الحمى الضنك والإيبولا واللاسا والحمى الصفراء، كلها هي ضمن الحمى النسبية. طبعا كل هذه الأنواع في أماكن معينة ممكن أن تكون أكثر انتشارا. فبالخصوص أنه هذه الحمى النسبية هي طبعا العامل أو المسبب الكوزيتيف ايجنت بالنسبة لهذه الحمى هو الفيروس. طبعا أنه من الأعراض اللي طرقت لها دكتورة أشواق أنه تكون هناك حمى، هناك تعب، ضعف، فقدان توازن، ألم بالعضلات والمفاصل، غثيان، تقيؤ الأسهال وغيرها. هذه طبعا الأعراض اللي هي الأكثر شيوعا. لكن المهم بهذه الحمى أنه هو ما هي الأعراض اللي يتهدد الحياة، بالخصوص لما توصل إلى مرحلة أنه مو كل الإنسان ممكن أنه يتعرض لهذا الفيروس يكون قوي عليه بشكل كبير، لكن اللي يوصل إلى مرحلة أو يعني بشدة عالية من ضمن هذا الفيروس يهدد إلى أجزاء معينة أو تكون أجهزة معينة بالجسم، خاصة لما يحدث خلل وظيفي بالجهاز العصبي أو وصول إلى الفشل الكلوي أو التنفسي أو الكبدي. الفشل الكبدي هذا طبعا من الأعراض المهددة للحياة بالنسبة للحمى النزفية، اللي لما توصل لمرحلة ممكن نسيطر عليها أو ممكن علاجها. طرق الدكتور أشواق بالنسبة لي هذه الأعراض اللي تشمل أو اللي لها علاقة بالمرض الحمى النزفية اللي هذه اللي طرقنا لها قبل شوية، صداع، نزف دموي، صحوق، طبعا ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد هذا يصل إلى مرحلة أنه شديدة، تعب، كذلك أيضا ممكن يكون هناك تبول دموي، ألام مفاصل موجودة، فقدان شهية، حمى شديدة، كل هذه لها الأعراض المصاحبة لهذا المرض. بالنسبة للحمى النزفية اللي هي طبعا قلنا انه تنتشر بالخصوص عن طريق المخالطة الحيوانات او الحشرات المصابة بالعدوى، خاصة البعوض او القراد او القوارض، لهذا انه يجب التعامل بشكل صحي ويعني بشأن التخفيف من شدة او ممكن الوقاية يعني بشكل مؤقت، يعني ولو أنه الوقاية هي ليست بشكل كامل بالنسبة للحمى النزفية، لأنه مثل ما تعرفون كل لقاح يعني مو الكل موجود لأنواع الحمى النزفية، فكل لقاح لا غير متوفر،
لكن ممكن انه ان نقلل او نحد عن طريق الوقايه، خاصه بالتعامل مع الحشرات مثلا الناقله، البعوض والقراض وغيرها. كذلك ايضا عدم مثلا العمل مع الاشخاص المصابين، هذا تكون انه في حاله منطقه معينه او ممكن شخص مصاب انه لا يجب الحذر في التعامل معه. كذلك ايضا ذبح الحيوانات بشكل سليم قبل الغسل، كذلك الطبخ ايضا طبخ اللحوم بشكل يعني جيد وكامل، كذلك ايضا في حاله عدم ملامسه الدم او السوائل بالنسبه للحيوانات، او كذلك ايضا الانسان، لانه ايضا ينتقل سواء كان من الحيوان او عن طريق ملامسه الانسان المصاب. كذلك هناك طبعا توضع إرشادات في حالة أنه الأشخاص اللي ينتقلون إلى أماكن معينة أو كسفر، في حالة أنه انتقل إلى منطقة يوجد بها إصابات أو حالات إصابة بالنسبة للحمى النسفية، من خلال أنه عدم المخالطة، الوقاية، أنه عدم تناول الطعام المكشوف، أو ممكن غلق بالنسبة لي يعني الحشرات أو البعوض، غلق النوافذ، أو وجود تهوية معينة وغيرها من هذه الأشياء، أو الوقاية يعني يعني الوقاية النسبية بالنسبة لهذا المرض. كذلك أيضا أنه في حالة أنه قد يتبادر للذهن أنه كيف أنه أو ممكن نحصل على كلقاح. الحصول على اللقاح طبعا هو قلنا انه ليس لكل الحالات او يعني الانواع ممكن يكون هناك لقاح موجود، لكن مثلا تجنب البعوض والقراد، هذه الحشرات اللي تكون هي الوسيط الناقل، لهذا ارتداء مثلا السراويل الطويلة في حالة انه وجود اماكن او يعني تنتشر فيها يعني الحشرات، تجنب الخروج الى اماكن ممكن انه تكون بها الحالات مصابة عديدة، كذلك ايضا الحماية من القوارض من خلال انه ابقاء الطعام مغطى وموجود مثلا في حال حاويات مضادة للقوارض، كذلك التخلص من القمامة. إضافة إلى ذلك أنه ممكن أنه هذه الحمى النسفية تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأنسجة من الحيوانات أو من خلال سوائل الجسم. ممكن أيضا وهو شكل طبعا أساسي للتعرض لأعضاء أو قرصة حشرات حاملة لهذا المرض، بالخصوص البعوض والبق. كذلك أيضا ملامسة الشخص المصاب أيضا هو هذا من يعني طرق الانتقال. عوامل خطر الإصابة بالحمى النسية، أنه كيف يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحمى. هناك مجموعة من الأمور اللي هي قبل شوية ذكرناها، أنه مثلا ذبح حيوانات مصابة أو التعامل معها، استخدام أدوات طبية ملوثة، ممكن انه العمل فيه بمباني تنتشر بها الجرذان والفئران وتكون مصابه، هذه تكون من يعني العوامل الخطر الاصابه بهذه الحمى. علاجها انه الحمى النسفيه يعني بمحاوله علاج هذا الفيروس المسبب لها، لانه كل هذا الفيروس له طريقه علاج مختلفه، لكن كعلاج معروف عموما غير موجود او غير حاليا يعني بشكل اساسي ورسمي. لكن بالنسبه لي انه كاجراءات وقائيه، انه مثلا قلنا انه قضاء على اي قوارض حتى ان كان موجوده في البيت او بيئه العمل، تنظيف البيئه بالشكل وتعقيمها بالشكل يعني المحيطه، العمل على القضاء على البعوض والبق خاصه بهذه الفتره يعني فترة يعني هذه الأشهر، كذلك أيضا أخذ الاحتياطات اللازمة سواء كان في البيئة يعني الموجودين في المكان أو في حالة السفر إلى أماكن معينة. هذا فيما يخص بالحمى النسفية. بالنسبة للمرض الآخر اللي وهو السل او التدرن او التوبركلوسيس، طبعا هذا ايضا مهم
ومرض جدا لا يستهان به، على الرغم من أنه يوجد علاج، لكن علاجه يكون يتطلب وقت طويل وانتظام ممكن أن نسيطر عليه هذا المرض. مرض التدرن طبعا هو الكل يعرف أنه مرض هو يصيب الجهاز التنفسي. زين، الجرثومة المسببة لهذا أو ظهور هذا المرض تنتقل عن طريق الهواء، لهذا يكون مرض معدي، ويمكن انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ أو يكون قريب من عنده. زين، فهذه هو من الأساس أو الطريق الأولي والأساسي في انتقال وإصابة المرضى. قد يكون هناك بعض الأشخاص مصابين فيكون ما تظهر عليهم أعراض، يسمونه بالسل المخفي، لا تظهر عندهم أي أعراض لهذا المرض، لكن يكونوا ناقلين للمرض إلى أشخاص آخرين. طبعا من مضاعفات المرض السل أنه آلام، يحصل آلام في العمود الفقري، تلف بالمفاصل، تورم بالأغشية التي تغطي الدماغ، مشاكل في الكبد أو الكلى، ممكن يؤدي إلى اضطرابات في القلب. بالنسبة لي أنه ذكر الدكتور أشواق من يعني ضمن عرض الأسلادات لمرض السل، أنه كيف ممكن أن يشخص مرض السل من بعض الاختبارات لهذا المرض. كذلك أيضا بالنسبة بشكل أساسي ومهم، أنه على كيف ممكن أنه معالجة أو علاج مرض السل. علاج مرض السل هو عن طريق تناول بعض الأدوية. هنا تكمن أنه فترة العلاج تكون كلش طويلة، ما بين 6 إلى 9 أشهر، زي ومجموعة من العقاقير، لكن معتمدة هذه طبعا أنه على طريقة كمية العلاج وأخذ العلاج، طريقة العلاج أنه بشكل أساسي بانتظام كذا كما هو يعني يوصف، إضافة إلى ذلك النظافة، غسل اليدين سواء بعد العطس أو السعال، تغطية أنه المناديل أو الفم بالمناديل، وهذه المناديل ممكن أن نتخلص من عندها بشكل طبي. مرض السل ممكن أن علاجه، ومتى ما يظهر على الشخص في حالة أن الشخص يكون له ضعف في الجهاز المناعي، ممكن أن يسيطر عليه هذه الجرثومة اللي تكون هذه اللي لا ترى بالعين، تكون سيطرة على هذا الشخص اللي حاصل أو اللي يحصل له بضعف في الجهاز المناعي، سيطر عليه ممكن يكون سهل من خلال اتخاذ التدابير الطبية المعينة، إضافة إلى ذلك التوعية الصحية. بعض احنا في الخصوص يعني عندنا عادات كلش سيئة في حال اللي هي البصق على الأرض، خاصة إذا كان الشخص هو مصاب، فهذا يعني أيضا يعتبر عامل من عوامل انتقال المرض. نظرا انه لاعراض التدرن تختلف بشكل كبير من مريض لاخر، لكن قلنا انه بعض الاعراض تكون ظاهر على المريض، يعني ممكن انه يشخص بسهوله، لكن بعض الاعراض ما تكون ظاهره بشكل واضح، لهذا يصعب انه التحري او تشخيصه. قد تكون هذه الأعراض ظاهرة لأي مرض آخر ممكن يكون مشابه لأعراض السل، لكن يتطلب أنه هذا الوصول إلى التشخيص السليم من خلال بعض الفحوص المعينة اللي خاصة بهذا المرض. هذا عفوا فيما يخص مرض السل. نوع هذه الأعراض اللي تحصل بالمرض السل هو ارتفاع بدرجة الحرارة، التعرق الليلي، طبعا هي بعض اكو الاعراض تكون دليل لهذا المرض، هو التعرق الليلي، ارتفاع بالحراره، السعال المستمر طبعا يصاحبه بفقدان الوزن، والم في الصدر اثناء عند التنفس. وضع في الشهي، هاي الاساسيات او الاعراض الاساسيه لهذا المرض. طبعا قلنا انه طرق الوقايه هو من خلال العادات الصحيه،
طبعا واكيد طبعا تطعيم الاطفال في سن الولاده من ضمن كارت اللقاحات، التغذيه الصحيه، نظافه البيئه، الاساسيات في السيطره على هذا المرض. هذا فيما يخص مرض التوبركلوسيس اللي هو مرض التدرن او السل الرئوي. هذا فيما يخص المرضين اللي هو الحمى النسبية، مرض التدرن طبعا هو مرضين جدا، وما احنا ما راح نقول فقط هذه الأمراض، هي مهمة كل الأمراض اللي موجودة خاصة في هذا الوقت. وهذا ما يحصل في العالم وبالتغييرات والأحداث كلها قد تظهر في فترة معينة، جرثومة معينة أو مرض معين يظهر على الساحة مثل ما نقول، فهذه كلها يحتاج إلى أنه بالأساس هو العادات الصحية، نظافة البيئة، الصحة العامة، هذه الأساسيات في نظر صراحة. التعامل مع هذه الأمراض سواء كان النسبية وغيرها، هذه الخطوات الأساسية هي الباب للسلامة، وأتمنى السلامة للكل وبردا وسلاما على العراقيين إن شاء الله. فأني إن شاء الله أكون وفيت جزء بسيط، ولو أنه أني دكتورة أشواقية اللي كانت المعلومات الأكبر وضخت المعلومات بشكل جميل ومرتب بالنسبة للمرضين المهمين. أتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله نكون ما قصرنا ولو جزء بسيط ومعلومات إن شاء الله للكل. شكرا جزيلا، شكرا دكتورة نادية. فيتفضل إلى أحد. شكرا شكرا لحضرتك دكتورة وفاء على هالمعلومات القيمة. حضرتك وحضرة الدكتورة أشواق وفيتوا بهاي المعلومات الغزيرة اللي أكثريتنا إحنا ما نعرفها بصراحة، لأنه إحنا أنتوا أكثر عرضة لهالمواضيع باعتبار تخصصكم قريب منها كذا مواضيع. شكرا لكم. الآن قبل ما ندخل المداخلات والأسئلة نزلت رابط الحضور والمشاركة، والآن إذا عندكم أي سؤال أو استفسار. بالبداية كانت واحدة من المشاركين رادت تسأل سؤال من كانت دكتورة أشواق، فبلغت أنه بعد ما نخلص محاضرة فعندنا 10 دقائق للمداخلات الأسئلة باعتبار موضوع جدا مهم. دكتورة أشواق، دكتورة وفاء، أنا قرأت يعني من الموضوع هذا انطرح، فقرأت شوية يعني هم أخذت معلومات أنه هذا المرض قريته انه هو متوطن بالعراق منذ يعني 1979 كان منتشر ذات الوقت. الحمى النسفية قصدك دكتورة؟ هو اي الحمى النسفية. نعم. فاللي رجعها شنو يعني؟ قلة الوعي، قلة النظافة، قلة يعني ليش رجع؟ اي هو اكيد طبعا هسه خاصة احنا بهاي الفترة يمكن حضراتهم الكل دا يشوف الذبح اللي غير صحي وبشكل مجازر في العراء، يعني ماكو يعني منطقة مخصصة مثل كان سابقا. مثل ما تتذكرون كانت انه اللحوم لما يعني الذبائح لما تطلع او اللحوم يطلع من مكان صحي ومختوم صحيح مختوم به ختم الصحي الصحة، هذا يبين انه هذا انه يكشف على يعني الحيوان قبل الذبحة انه ما بيشي ولا مريض ولا يعني بمشكلة معينة. هنا حاليا يعني العفو جاب الخروف خلاص، هذا راح ذبحه وسواء كان مريض ما مريض ما حد يعرف، ما حد يدري شنو بيه ما بيه، المهم يبيع، المهم خلاص يسلم للآخر ويستلم مبلغ. هذا كل إضافة إلى ذلك التلوث البيئة اللي احنا اللي عايشين بيه بشكل يعني كبير، الحشرات والبعوض اللي بشكل يعني لا يطاق. سابقا يمكن الكل يتذكر اكو كانت فتره يعني بعد دخول الصيف هذه اللي يسموها انه مثل ما نقول السياره تكافح البعوض والحشرات لما تدخل بيها تعقم الجو بالدخان حتى
يكف او يقلل من هذه الحشرات. هاي كلها راحت، كلها نسيت، كلها اندثرت. ماكو بعد، ماكو رقابه للاسف، ماكو رقابه صحيه، انتهت. هذه كلها عامل اساسي، هاي بالاسباب الرئيسيه. صحيح صحيح. طبعا اتذكر هذا اني هي احنا صغار، دكتوره وفاء العفو بين كلامك، احنا نعم صرنا صغار اتذكر هذه الدخانيات تفوت اي اي كانت صحيح، بالمنطقه. ماكو اي هاي صحيح اندثرت، صحيح. اندثرت ماكو كلها. هسه يمكن ما اعرف يمكن لاحظتوا ولا لا، يعني قبل يومين اني شفت هذه الوضعيه، يعني اكو موجه بعوض لاول مره اني شفتها بحياتي بشكل رهيب، بحيث احنا هاي هذه الشمعات اللي يعني قاتل البعوض زين، اني شفتها في بيتي، يعني انا ما افتح بيبان ولا شبابيك وكلها تكون مغلفه يعني هذا الشبك زين. التول او النخل مثل ما يقول. اي اي صحيح بحيث كلش، يعني انا اخاف من هاي الشغله. بس اللي بالبيت البارحه، يعني انا بحيث هذه ما بطلت الشمعه مالت قاتله الحشرات، ما بطلت يعني هالصوت مالتها يرن، بحيث اني صافنه دا اقولها مين دا يجي، يعني مو طبيعي، مو طبيعي زين. يعني هو هاي كثره النفايات اللي مشموره يعالجها، هذه المياه الآسنة كلها، كلها هاي أوساط وبيئة، لأن تعرفون إنه هاي البعوض هو بيوضع عن المياه. فشوفي يعني صار إيش قد كم أصبح الأعداد المهولة. والله الحافظ إن شاء الله ربي يحفظ العراق والعراقيين. نعم، إذا أكو مداخلة حضور الكريم، إذا أكو مداخلة أو سؤال. دكتورة نادية، إحنا ممكن وياك تفضلي. أيضا غياب دور وزارة الصحة، وزارة الصحة لها دور فعال، دورها هنا مهمش، لا منسقة مع الجهات الحكومية حتى تفعل الرقابة الصحية، ولا أيضا تمنع نحر المواشي بالطرق حتى ما تتلوث. كل هاي دورها غايب في وزارة الصحة، اللي عنده تفشي المرض ووصوله إلى حالة يرسلها يلا تبدأ وزارة الصحة تتخذ الإجراءات، ورغم ذلك ما متخذ كل الإجراءات اللازمة. لذلك تشوفين الأسباب كثيرة بانتشار هذا المرض، وأهم شيء الرقابة، أهم شيء الرقابة حول نحر المنتجات الحيوانية زين. فلذلك دائما لازم نعزز دور الرقابه البيطري من المستلزمات الاساسيه، وكذلك فرق الرقابه لمتابعه مواقع الذبح بالنسبه للحيوانات ومدى ملائمتها توصيات السلامه. اكو هناك توصيات للسلامه يجب على الاخرين اتباعها، اذا ما اتبعوها يؤدي الى انتشار المرض بصوره كبيره. نعم طيب. نعم هذا اهم سبب اكيد. وإضافة لذلك الفرد نفسه، هو نفس الفرد يهتم بنظافته الشخصية، طبعاً أي هو أطفال عائلته ككل. الحليب، أنا أتصور الحليب اللي يجينا، يمكن حتى هذا الحليب اللي يجينا معلب هم لازم نفوره، مو دكتورة شوا؟ طبعاً طبعاً بشرة الحليب، طبعاً أكيد لازم نفور الحليب إلى فوق درجة الغليان قبل تناوله، كذلك اللحوم نطهيها جيداً، لان تعرفين الفيروس يوصل الى 60 درجه مئويه الله يموت. بعض الاشخاص ما يفورون الاكل اللحم الى درجه معينه. نعم. زين هذه كلها اسباب. ايضا البنى التحتيه، تعرفين البنى التحتيه بالعراق احنا غير جاهزه المزيد من الامور الاخرى وامراض اخرى، لان احنا عندنا تعرفين كوفيد 19 اثر بالعراق تمام؟ نعم. يعني ما عندنا مجال حتى نستقبل بعد فيروسات اخرى واصابات اخرى. والله البينا مكفينا بصراحه، يعني احنا تمام؟ جتنا التكنولوجيا الحديثة، جتنا الوسائل المريحة، أشو هاي زيادتها تعقيد. إضافة إلى الوسائل هذه إحنا لازم نهتم أكثر، نغلي الحليب، نتوجه قاطات بالنظافة مثلا، غير إحنا كيفنا فرحنا، خاصة إحنا كربات بيوت إضافة إلى شغلنا، يعني إحنا أول وتالي إحنا البيت أولا. صحيح. بدنا نشتري الخضره، بدنا نشتري الحليب، بدنا نشتري نرتاحين، بدنا نشتري من السوق جاهز وبدنا نحضره. هذا رقابات، تعالي اغسلي، تعالي فوري الحليب، فوري الامور، يعني طبعا. يعني والله ما يعني حاله يرثى لها.
احد الاساتذه سالوني بالشات، قال دكتور احنا نجيب اللحم ونخليه بالثلاجه. قلت له اللي يجيب اللحم يجيب اللحم، ما اقول لكم لا، ولكن يجب عزل اللحم عن المنتجات النباتيه والخضروات. حتى من تبدي تقطع اللحم ما تقطع بنفس السكينه، اللحم قطعت تقطع الخضروات، لان هذه تزيد من اسباب الامراض. زين، واحنا دور احنا تدريسيين وكاساتذه نبدي بانواع الاخرين بورشه عمل حتى ننشر الوعي والثقافه حول اليه نعم. وكيفيه انتقال هذا المرض بين الناس. نعم، تكثيف تكثيف محاضرات، تكثيف ورش وندوات، هذا الموضوع والله يراد توعيه. دكتوره بدون زحمه، بدت الحضانه المرض ايش قد الفيروس يعني في الجسم؟ من 6 الى 12 اسبوع. تمام تمام نعم نعم شكرا شكرا لمحمد يونس حميد القيسي من جامعة تكريت، شكرا لك وتحياتي لحضرتك والأساتذة الجامعة. شكرا باسم اللغة الإنجليزية، سلامي لهم. نعم، إذا أكو مداخلة بالنسبة للنت لأنه ضعيف، أكو بعض المشتركين ما يفتح عند الرابط، أفضل أنه تحاولون مرة ومرتين حتى يفتح الرابط، لان هنا انا عندي استقبلت ردود هوايه، اكو عندي ردود، فاذا هو مفتوح الرابط، فالخلل يم النت مالتكم. زين، اذا اكو سؤال او استفسار حول هذا الموضوع الخطير. طبعا لا يوجد علاج للامراض النزفيه الفيروسيه، لكن اكو لقاحات تقلل وترفع المناعه فقط. نعم دكتورة، يعني هم لقاح، هم لقاح يعني طبعًا. خلصنا من كورونا طبعاً. والأومكرون هذه شنو انت، الانسان عليه اخذ مكملات اللي هي زيادة المناعة، تكون مناعته كلش عالية حتى تمنع اصابته بهذا الفيروس، لان ما لها اي علاج. نعم، يعني ان شاء الله بالايام القادمة اكو لقاح، لو هو من يصاب المريض يعني يتلقح له قبله، لو شلون؟ مو بكل الاحيان اكو لقاحات الحمى النزفية، بعض الحمات موجود لقاح، ولكن هنالك الوقاية وزيادة المكملات المناعية فقط لا اكثر لعلاج الحمى النزفية. يعني البشر المصاب بالحمى النزفية اذا ما توقع واخذ مكملات زيادة المناعة هذا لا محالة ينتهي، لذلك إصابته بالنزف. نعم نعم، إذا أكو سؤال أو مداخلة، لأنه أكيد إحنا نشكر يعني أخذنا من وقتكم، الموضوع جدا مهم ولازم يعني نطلع عنه بكل تحدياته. إن شاء الله أمسية رمضانية مباركة، والله يبعدنا ويجنبنا شر الأمراض، وإن شاء الله الصحة والعافية. دكتورة أشواق، دكتورة وفاء، إذا عندكم كلمة أخيرة قبل ما نغادر. شكرا جزيلا دكتورة نادية، شكرا جزيلا للدكتورة وفاء فاضل حمد، نتمنى لكم صيام مقبول بإذن الله مع وداع رمضان، وإن شاء الله تمنياتي لكم بالنجاح المكلل، بنجاح الزهر، وأيامكم سعيدة إن شاء الله لتواجد عيدنا فطر المبارك، وشكرا جزيلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. صحة والسلامة للجميع يا رب. إن شاء الله إن شاء الله، ربي يحفظ العراق والعراقيين والعالم أجمع إن شاء الله، ويجنبنا شر الأمراض. وإن شاء الله في نهاية لقائنا هذا ما نقول الوداع، إن شاء الله نلتقيكم على الخير والمحبة والصحة والعافية والسلامة. إن شاء الله يعود علينا بالصحة والأمان إن شاء الله، رمضان جميعا إن شاء الله مبارك. ونشكر الدكتورة أشواق جاسم إكزار والدكتورة وفاء فاضل حمد من كلية التقنيات الصحية والطبية جامعة التقنية الوسطى على تلبيتهم لدعوتنا بإعداد هذه المحاضرة الأكثر من قيمة والمهمة والضرورية، وشكرا لحضور الكريم، وشكرا للجنة خدمة مجتمع اللي متكونة من المدرس مساعد نضال خليل والمدرس رغد حميد،
احمد واستاذ اسماعيل علي كاظم وحضرتي دكتوره ناديه مجيد، نشكر حضوركم ونشكر كل الزملاء اللي ساهموا بنجاح هذه الندوه وتحقيق هدفها بالحصول على هكذا معلومات قيمه. وان شاء الله نلتقيكم ان شاء الله في ندوات وورش تثقيفيه وعلميه قادمه، وايامكم سعيده مقدما ان شاء الله. نشوفكم بخير وسلامه. مع السلامه. مع السلامة. يلا معكم.